يا الله دخيلك، ليش تأخر لهلأ أبوكي؟ ليش ما خبرك؟ لا، بدي اتصل فيه. هي فايزة، شو بدها؟ ما تكون هون بس؟ لا مستحيل. ايه فايزة حياتي؟ ما تأخرت سليم؟ اليوم كان عندي اجتماع، رح خلص شغل واجي. ايه كنت خبرني بس مشان ما اقلق عليك حبيبي. ما تواخذيني، بس ارجع منحكي، لا تخافي علي. طيب سليم قال عنده اجتماع ورح يتأخر بالرجع على البيت. نيفين؟ نعم أمي. اليوم كان في عندكم شي اجتماع بخص الشغل؟ حسب علمي مو اليوم. بالله؟ ايه؟ معقولة عم يكذب؟ بتكون شكت وما انتبهنا؟ ما بظن. والله إذا شكت بتكون آخرتنا وما بنخلص. روقي، ما رح يصير شي، ما تهتمي. هلأ خلينا ننبسط وما نفكر بشي أبدا، فيكي تاخدي راحتك على الأخير. تأخر الوقت وأنا صار لازم أني أمشي بقى. ما فيك تضلي كمان شوي ليلى؟ سليم بك، أنا كمان جاي على بالي أبقى جنبك، بس وضعي وأنت بتعرفه ما فيني أكون معك أكتر من هيك. خجلتني.